بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. كل سنة وانتم طيبين. نرجع نكمل تأملاتنا في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 12. وصلنا في إصحاح 12 إلى عدد 26. أفكركم إصحاح 12 بدأ بقصة ساكبة الطيب مريم أخت العازر احتفالا بقيامة العازر، وكأنها تمثل سبت النور سبت العازر، وبعدين دخول المسيح أورشليم. فقلنا من أول يوحنا 12 لغاية إنجيل يوحنا يعتبر أسبوع الألم، وكأنه نص إنجيل يوحنا بيركز على الأسبوع من حد الزعف لحد القيامة. وبعد دخول المسيح لو المجد أورشليم، طبعا الهيجان بتاع رؤساء الكهنة زاد والتآمر زاد، وأصبحوا عايزين يخلصوا منه بأي طريقة من كتر ما الناس عملت يعني زحمة وقالوا إن ده المسيح، أعلنوها علنا أصنى يا ابن داود يا ملك إسرائيل وهكذا. وبعدين كملناها أنه مجموعة من اليونانيين في الزحمة قالوا عاوزين نشوف يسوع، ففيلبس راح لندراوس زي اللي خايفين المسموح اليونانيين يشوفوا المسيح ولا تعمل له إشكالية أخرى مع الجماعة بتوع الهيكل اللي مستنين له على غلطة، على اعتبار أن دول قد يكونوا مش يهود، فلو قابلهم المسيح كأنها نجاسة يمسكوا عليه تهمة أخرى وهكذا. ربنا يسوع له المجد قال قد أتت الساعة، على اعتبار خلاص دخلنا في أسبوع الألم، ليتمجد ابن الإنسان. وبعدين كلمة المجد هنا هم شافوها قبلها بساعات في زفة الشعانين، كان عاوز يقول لهم مش ده قصدي، مش المجد بتاع الهيصة والزيطة والملوك، وقالوا له ملك وتقبلها ككلمة ملك إسرائيل، إنما بيتكلم عن مجد آخر. فقال إن وقعت حبة الحنطة في الأرض، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. بيتكلم عن موته وعن قيامته. وإن كان أحد يخدمني، دي اللي خدناها قبل العيد على طول، فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمني. يعني سكة المسيح دايما في حتة الموت والدف والألم والتعب والاضطهاد، إنما أخرتها ثمر كثير، أخرتها مجد. فإن كان أحد يخدمني فليتبعني، يعني اللي عاوز يخدمني بيكلم تلاميذه، لأن تلاميذه ابتدوا ينبهروا بالسمعة والهيصة والزيطة واليونانيين اللي عاوزين يشوفوا ربنا يسوع. الحاجات دي يعني ابتدت تشغلهم، لهم مش دي السكة، السكة دي بتاعت حبة الحنطة والدفن والموت والعذاب، اللي بعدها مجد وثمر كثير. إن كان أحد يخدمني يكرمه الأب، يعني كأنه بيقول لهم ما تهتموش بكرامة الدنيا كتير، الزحمة والهيصة دي بتروح، لكن الكرامة اللي جاء من السماء هي الأب. الآن نفسي قد اضطربت. هنا حصل موقف غريب شوية، ربنا يسوع له المجد اضطرب، والكلمة دي اتقالت قبلها بإصحاح لما قيل في حادثة إقامة العازر أنه لما خدوه ناحية القبر يقول لما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب. هنا بتتكرر نفس الكلمات، في اضطراب وفي انزعاج. هل اضطراب المسيح خطيه؟ حاشا. هل الانزعاج خطيه؟ لا، في المسيح لا، بمعنى ان في درجه تفاعل مع الاحداث طبيعيه، لكن لما الواحد يستسلم للقلق يبقى ابتدى يقع في خطيه او يتزيد لدرجه المرض. ربنا يسوع حسب ايماننا ما بيغلطش وما بيمرضش، لكنه كانسان حقيقي زي ما جاع زي ما عطش زي ما نعس، هنا
بينزعج. ليه؟ من عدم الإيمان، ومن يعني عند اليهود بعد كل المعجزات دي بيتأمروا لقتله، شيء مزعج. إذن ربنا يسوع له المجد عنده مشاعر بشرية، حاجة تزعل. وعشان كده هنشوف في خميس العهد يعني زي ما شفنا إنه قال نفسي حزينة. يبقى تاني كلمة ينزعج أو يضطرب أو يحزن في مستوى معين هي مشاعر بشرية طبيعية قدسها المسيح. لما عد عليها قدس، زي ما قدس الأكل والشرب والجوع والعطش والنعاس والنوم، كل ما هو بشري اكتس فيه المسيح طبيعي، لكن لا ترقى إلى درجة الخطيئة. هيورينا كمان لما الواحد فينا يتعرض لسترس، ضغط شديد قوي وينزعج، مفروض يعمل ايه؟ ربنا يسوع فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. خلي بالكم الانزعاج والاضطراب ده قلق، ده ضغط نفسي أو ألم نفسي. في فرق بين الألم الجسدي والألم النفسي. أحيانا يكون الألم النفسي أصعب من الألم الجسدي. ساعات الشخص المتألم نفسيا بيبقى هاين عليه يعني أي مغص أو وجع أو صداع من أنه يبقى متألم نفسيا. فهنا بيقول الآن نفسي قد اضطربت. بداية بيقولوا الآباء كونوا أعلن عن انزعاجه أو اضطرابه. أولا بيكشف لنا بعده البشري، إنسانيته الحقيقية، وبيعلمنا كمان ما تكتمش مشاعرك. ما فيش مانع تقول لحبايبك أنا متضايق، أنا مضغوط. وده اللي عمله مع تلاميذه في خميس العهد، لكنها كانت أعلى ضغط نفس. قال لهم اسهروا معايا، أنا حزين. ما قدروش، سابوني عسو. عشان برضو يبان ما تتكلش على البشر كتير، لكن مجرد أنك تعبر عن وجعك النفسي ده جزء من العلاج أو يعني الخروج عن هذا الضغط. الآن نفسي قد اضطربت. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ دي هي حكمة يعني مهمة. لما الواحد يضغط نفسيا ممكن يقول حاجتين عكس بعض. فين ربنا؟ تدي البرطمة بقى، تدي التشكك. ليه بيحصل كده؟ كنت عملت ايه عشان يحصل معايا ده كله؟ ربنا سايب الظلم يزيد ليه؟ ما بيتدخلش ليه؟ ما يستاهلوش يتحبوا؟ هنا ممكن تمشي في سكة، طبعا دي سكة غلط. فماذا أقول يعني مع الضغط النفسي؟ هتقول ايه؟ هتقول كلام سلبي ولا كلام إيجابي؟ وكأن الإنسان مع أي ضغط نفسي لازم يسأل نفسه أنا بقول ايه دلوقتي؟ لأنه ممكن الكلام يسحب منه في اتجاه وحش، زي ما حصل مع يهوذا. يهوذا اضغط نفسيا، بس قد ملأ الشيطان قلبه، كلام كله كان سلبي. أنا ضيعت الدنيا، أنا خنت خيانة عظمى، أنا ملياش توبة، أكيد مش هيحبني تاني، ملياش غفران، كل ده غلط. ماذا أقول؟ هنا بصوا بقى المسيح قال إيه؟ أيها الآب نجيني. فكأنه بيعلمنا درس مهم قوي، وهيعلمه لنا تاني في خميس العهد. لما تنزعج أو تضطرب ارفع عينك للسماء وقول يا رب نجيني. ربنا يسوع له كل المجد، لا يحتاج، لكن بحكم إنسانيته ومتألم نفسيا بيصلي، وبيعلمنا نصلي وقت التعب، تعب جسدي أو التعب النفسي. أيها الآب نجيني. نجيني من إيه؟ لأنه قدامه صورة الصليب بالظلم اللي هيعدي عليه، بالعري والخزي والتعب والبهدلة والجلد والمسامير والحرامية اللي حواليه والأصوات كلها شر. نجيني من هذه الساعة. يبقى أحكم مشاعرك في لحظة تعبك، ما تسيبهاش تسوقك في سكة غلط. لو ضغطت نفسيا، وكلنا بيحصل معنا كده ضغوط نفسية، زق مشاعرك في اتجاه الصلاة. أيها الأب نجيني من هذه الساعة. وبعدين لألا يظن أنه ربنا مش عاوز يتصلب، يقوم يكمل في كلامه يقول إيه؟ ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة.
وده يمثل على مستوانا احنا كبشر الحوار الإيجابي اللي يحصل في قلب شخص متألم أو نفسية مضغوطة. يا رب نجيني، لكن لو أنت رايد التعب سندني ساعدني خليك معايا. زي ما قالها يوم الخميس، إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس لكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. يبقى النضج في الصلاة، الشخص القوي بيحزن ويتألم ويهان وينزعج ويضطرب ما بيغلطش، لكن يدخل ده كله في صلاة ناضجة. فيها ايه؟ فيها طلب النجاة لان في ألم في وجع، وفيها تسليم لإرادة الله. الاثنين دي أجمل صلاة يصليها كل إنسان يحصل له نوع من الانزعاج أو اضطراب. نجيني لكن، يعني ايه؟ أنا بحط الاحتياج، نجيني شيل عني، فكها يا رب ارفع عني، كويس، لكن ايه؟ مشي خطتك، مشي رأيك، مشي إرادتك. لأجل هذه الساعة قد أتيت، ربنا يسوع له المجد مدرك تماما أنه جاي عشان يموت من أجلنا، وكررها كتير قوي. لكن لعل حد يفتكر ما عندوش مشاعر، مش حاسس بالخزي ولا الخيانة ولا الظلم، لا هو حاسس بده كله طبعا، وعارف أن الهيصة اللي هيصوها له دي كلها يعني مش هتكمل، لأن دول ناس غلابة، لكن قيادات اليهود كلهم أشرار. ماذا أقول؟ أيها الآب نجيني من هذه الساعة، لكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. وقلنا قبل كده أنه ربنا يذكر الساعة مرات ومرات، وكأنه بيقول لنا كلنا اتعلموا تفكروا في الساعة. إيه الساعة؟ مش الساعة اللي في إيدينا، الساعة يعني لحظة نهاية العمر، لأن دي بتحدد كل حاجة. لما يجي يخلص العمر هتبص لحياتك، هتشوف عملت فيها إيه، قدمتها ذبيحة لربنا، خدمت ربنا، كان ليك رسالة، جاهز تقابل المسيح، مستعد تعبر إلى الحياة الأبدية. هذه الساعة لازم تشغلك وتقول لأجل هذه الساعة قد أتيت، يعني أنا عايش عشان اللحظة اللي نفسي يطلع منها، عاوز في اللحظة دي أكون مستعد. أيها الآب ما زال بيصلي، يبقى مع الانزعاج والاضطراب. طب إيه اللي أزعجه؟ اللي أزعجه على قد ما اليونانيين الغرب نفسهم يشوفوه، بس يشوفوه، اليهود شايفينه كل السنين دي وخدوا منهم كل المعجزات دي وناويين له نهي وحش ومكملين في المؤامرة. فطبعا إحساس الطعن من المقربين والخيانة صعب، لأن اليونانيين كشفوا له قد إيه يستحق الحب والإعجاب والمجد، ناس جاية من آخر الدنيا عاوزة تشوفه، والتانيين شافوه لمسوه وخدوا منه اللي خدوه وفي الآخر باعوه. ففي مشاعر حزينة أو منزعج. يبقى ماذا أقول؟ زق المشاعر في اتجاه مقدس طبعا، نجيني، يبقى الواحد بيحط مشاعره قدام ربنا، وأنا أريحكم. وبعدين الكلام كل إيمان، لهذه الساعة قد أتيت، يعني ترتيب ربنا أهم من رغباتي أنا، من شهواتي أنا. أي واحد يحب الراحة، أي واحد ما يحبش العذاب، يحبش الظلم، لكن الشطارة أنك تقول لك لو دي إرادتك يا رب مستعد، مستعد للظلم، مستعد للعذاب لو دي حكمتك. وبعدين قال أيها الآب مجد اسمك، وكأنه كشف أنه لا يشتهي المجد الشخصي، لأنه قال قبل كده مجدا من الناس لست أقبل. أنا مش عاوز مجد من حد، أنا عاوز مجد الآب. يبقى المسيح له المجد بيخدم خطة الآب، وهو من الآب واحد، بس عشان يحط لنا المثل الأعلى، عيش اللي يهمك مجد الآب، مجد اسمك أيها الآب. يعني مش مهم حياتنا، كلنا هنمشي، لكن المسيح تمجد في حياتك قد إيه، أظهرت المسيح للعالم قد إيه، ربنا استثمر وجودك في الدنيا يومين قد إيه، وده المهم.
فقال له أيها الآب مجد اسمك، كأنه بيقول له أنا عاوز أعمل اللي اتفقنا عليه، الخطة للآخر مهما كلفتني. فجاء صوت من السماء مجد وأمجد أيضا. ناس كتيرة للأسف تخدش بالها من الموقف ده، يعني كلنا حافظين أن الآب اتكلم مرتين، يوم الغطاس هذا هو ابن الحبيب، ويوم التجلي هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. لا، في مرة تالتة في يوحنا 12 افتكروها، نتيجة صلاة ربنا يسوع له المجد في لحظات الاضطراب والانزعاج، صرخ للسماء وكانوا حوالي تلاميذه أيها الآب مجد اسمك. جه صوت من السماء، صوت الآب، مجدت وأمجد أيضا. معناها إيه؟ هي نفس المعنى اللي اتقال قبل كده في الغطاس أو التجلي، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، يعني الذي فيه أتمجد، يعني الابن يمجد الآب، لأن الابن يصنع كل مشيئة الآب، لأن المسيح يتمم خطة الآب، إرادة الآب. وبعدين يقول أنا والآب واحد، لألا يظن أنه مجبر على الصليب، قال لا أنا جيت للساعة دي، لي سلطان أن أضع نفسي ولي سلطان أخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني. هنا مجدت معناها كل اللي عمله المسيح قبل كده كان في مجد، كل المعجزات كل التعليم تمجد الآب. يبقى المسيح له المجد في حياته كان ويمجد الآب دائما، وفي موته وقيامته أمجد أيضا. يبقى مجدت على كل اللي فات من عمر ربنا يسوع على الأرض، ومجد أيضا على اللي فاضل اللي هي بقى إيه، مرحلة الصليب والقيامة والصعود. فكأن ربنا يسوع بيحط لنا الشكل الأمثل للحياة الإنسانية. كم واحد فينا يقول أنا مجدت ربنا في حياتي وهمجده في موتي؟ ده اللي قاله بولس بعد ما عرف المسيح، قال لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، أمجد ربنا بحياتي ومجده في موتي. يعني أنا ملياش غرض شخصي، مش عايش لنفسي، ما أحياه الآن أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي. فلو عشنا للرب نعيش، لو متنا للرب نموت، كده مجد وكده مجد. يبقى ربنا يسوع بيحط لنا الشكل الأمثل، يتمجد في حياتك، في خدمتك، في حبك للناس، في احتمالك للتجارب، ويتمجد في ساعات ألمك وموتك لما تشكر الله وتسلم لإرادة الله، يتمجد ربنا. يبقى المجد في الماضي وفي المستقبل، ده الغرض، أنه يبقى عايشين كلنا لمجد الآب. تعبير ده قاله أشعياء زمان، قال أن ربنا بيحب الإنسان، وبعدين قال تعبير لمجدي خلقته وجبلته. ربنا بيتكلم عن البني آدم فبيقول لمجدي خلقته وجبلته. ده مش معناه أن ربنا له المجد أناني مستني نمجده، حاشا ومش محتاج مننا حاجة، لكن لما نمجد الله بحياتنا نتمجد معه. فتبقى قيمة أي إنسان أنه يعمل ربنا إرادة الله في حياته، يبقى له مجد في السماء. كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. يا ما بشر عدوا في التاريخ أرقام ما لهمش قيمة، لكن القديسين الأنبياء الرسل دول ممجدين. ليه؟ ليه دول لهم مجد ونجم يمتاز عن نجم في المجد؟ لأن دول مجدوا ربنا في حياتهم وفي موتهم. فربنا يسوع حط لنا الشكل الأمثل ده، لأن الآب بيقول مجدت في حياة المسيح قبل الصليب وأمجد أيضا في صليبه وقيامته بعد كده. الجمع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد. الناس سمعت صوت من السماء. غالبا اليونانيين مش فاهمين اللغة فقالوا ده رعد، وبرضو كيهود هم عارفين ان ربنا كان يتكلم في رعود احيانا، زي ما حصل زمان مع اجدادهم يوم ما طلع موسى يستلم لوحي العهد، كان الجبل بيرعد، كان في رعد وكان ربنا بيتكلم، قالوا له لا مش قادرين نسمع صوت ربنا، عمل معروف يا موسى روح اسمعه تعالى قول لنا، كانوا خايفين جدا. فارتباط الرعد بصوت السماء موجود في الفكر اليهودي، فالبعض قال ده رعد
آخرون قالوا قد كلمه ملاك، لأنه سمعين كلمات حقيقية، فقالوا لا ده في ملاك بيكلمه، لأن هم مش شايفين، هم سمعين بس. أجاب يسوع حسم الموقف ربنا يسوع، ليس من أجلي صار هذا الصوت، يبقى كأنه بيقول ده مش مجرد رعد، ده كلام، ده صوت من السماء، صوت الآب، ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم، عشان تعرفوا شهادة الآب للابن. لو تذكروا في يوحنا 5 لما قال مجدا من الناس لست أقبل، قال أنا لي شهادة أعظم من البشر وأعظم من شهادة يوحنا، أبي يشهد لي، لأنه ده اللي حصل يوم الغطاس ويوم التجلي ودلوقتي في أسبوع الألام. الأب يشهد لابنه أن فيه كل المجد، وأن هذا هو الابن الوحيد الحبيب الذي يتمجد فيه الأب تمام. ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم. وكأن المسيح عاوز يقول أنا عارف الأب، موقف الأب، أنا سامع صوت الأب طول الوقت، لكن الصوت ده تسمع ليكم عشان أنتوا محتاجين تدركوا حقيقة الأب والابن والروح القدس، أنتوا اللي محتاجين إيمانكم ينضج. وكأن المسيح ما كانش محتاج دعم خارجي كإله بقى، لأن له توفيه، لكن عاوز يقول لهم الصوت ده عشانكم، عشان تصدقوا أنه أنا أمجد الأب والأب يمجد الابن. بعد كم إصحاح في صلاته الختامية قبل جسيماني على طول، قبل ما يتمسك وتبدأ المحاكمات، هيقول للآب أنا مجدتك على الأرض، اللي هو نفس التعبير ده، لما بيقول له مجدت وأمجد أيضا، المسيح هيصلي للآب في حضور التلاميذ يقول له أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمله قد أكملته، عملت كل المطلوب. وبعدين يقول له مجدني، يبقى مجدتك وأمجد أيضا، نفس المعنى اللي في يوحنا 12 هيقابلنا في يوحنا 17، افتكروا لما نوصل. مجدني لأنه المجد يكمل فوق تاتي جون بقى بالصليب وبالقيام. أجاب يسوع وقال ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم. الآن، الآن هنا مرتبطة بالساعة، لأن الأسبوع على بعضه يمثل الساعة. الآن دينونة هذا العالم، دي حيرت الناس. يعني إيه؟ مش إحنا لسه مستنين يوم الدينونة، يوم القيامة؟ منين المسيح في أسبوع الألام بيقول الآن دينونة هذا العالم؟ الآن عشان يفسر كلامه، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. طبعا كل ده هيحصل في الصليب، لكن لأنه مركز على الساعة ومجد الساعة، مجد الصليب، فبيشرح إيه اللي هيحصل، لأنه مش هيقدر يشرح ده كله هو متعلق الخشب. إذن الدينونة حصلت جزئيا بالصليب، بمعنى لما ربنا يسوع اتصلب كسر شوكة الموت، غلب الشيطان، داس على مملكته، طرحه خارجا، ما بقاش مسيطر زي الأول. وشرحها بولس في كولوسي لما قال أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب، على كل رؤساء الشياطين شهر بهم وظفر بهم في الصليب، جرد السلاطين من رتبهم. يعني إيه؟ يعني الشيطان ده اتخذت منه رتبته أو جبروته أو سلطاته بالصليب، فأدين. عشان كده هيجي لسه هو يتكلم عن الروح القدس بعد إصحاحين، يقول الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، أما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. يعني الشيطان اتحكم عليه خلاص، عارفين لما يتحكم بعيد عنكم حكم وبعدين يتنفذ الإعدام بعدها بشهر شهرين، الحكم صدر في الصليب، حكم إعدام الشيطان أو نهايته صدر في الصليب. فلما صدر الحكم المفروض البشرية تحررت من سلطان هذا المشتكي أو الغاشم أو الجبار اللي اسمه الشيطان. فبيقول الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، لكن تنفيذ الحكم هيبقى يوم القيامة. لكن من دلوقتي خلاص هو محبوس، محبوس تحت الحكم. عشان كده هو فاهم كويس الشيطان عاوز بس يجرجر أكبر عدد معاه على جهنم،
لكن هو عرف أن الحكم صدر خلص. الآن دينونة هذا العالم. يبقى تلاحظوا أنه في لحظة المجد هي نفسها لحظة دينونة، لأن زي ما قال الآباء المسيح يتمجد بخلاص الأبرار وبهلاك الأشرار، يتمجد في دي ودي. ليه؟ لأنه كإله عادل لازم الموقف يتحسم بعدل، فما يبقاش الشياطين عملوا كل اللي عملوا ويطلعوا براء، ولا فعلت الشياطين اللي كانوا أتبعهم يطلعوا بعد كده براء. لا، لازم في دينونة، واللي تعبوا في حياتهم وخدموا ربنا ومسكوا فيه وجهدوا لازم لهم مكافأة. فالدينونة هي ذاتها المجد، يتمجد حين يأتي على السحاب يجازي كل واحد حسب عمله. تعالوا نقراها تاني لأنها مليانة أفكار لاهوتية. الآن نفسي قد اضطربت، ماذا أقول؟ أيها الآب نجيني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء، مجدت وأمجد أيضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد، وآخرون قالوا قد كلمه ملاك. أجاب يسوع ليس من أجلي صار هذا الصوت، بل من أجلكم. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. الآن تاني أحبائي معناها على اعتبار ما سيحدث خلاص، ودخل أورشليم في الأسبوع الأخير، فهو خلاص قرار الصلب هو واخده، وهم متآمرين وكل خلاص العد التنازلي. فالآن دي مرتبطة باللي هيحصل على الخشب. وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. دلوقتي الكلام عن المجد، مجدت يبقى حياة المسيح، ومجد أيضا يبقى موت المسيح وقيامته. طب بأي طريقة هيموت؟ هو بيقول تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت، وإلا هتبقى لوحدها. لو ماتت تجيب ثمر كتير. طيب يبقى أنت قلت لنا في موت وفي قيامة وفي مجد وفي دينونة، ورئيس العالم طرد برة. طب هتموت إزاي؟ بيكملها يقول أنا إن ارتفعت عن الأرض. يقوم يوحنا يعبر عن دي عشان ما يسيب لناش باب الاجتهاد والتفسير. قال قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت، ليه الصليب؟ لما قال أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع، فيوحنا يعلق ويقول كان بيقصد هيموت بأنهي طريقة، لأنه ممكن يترجم، محاولوا يرجموا كذا مرة. الرومان كانوا يقطعوا رقبتهم بالسيف، كان أحيانا يزقوا واحد من على الجبل، حاولوا يعملوها مع المسيح قبل كده. لا، هو لازم الصليب. فكان بيشاور أنه هيموت موتة الصليب، وقال لتلاميذه كذا مرة كده يسلم إلى يد الأمم فيجلدونه ويسلمونه إلى الصليب والموت، وفي اليوم الثالث يقوم. كان قالها كذا مرة. فيقول أنا إن ارتفعت عن الأرض. ارتفعت دي ذكرها يوحنا في إصحاح 3 فعظة للمسيح لما كان بيقول كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان كي لا يهلك كل من يؤمن به. فحط لنا كمان الظلال أو المثل من العهد القديم لما موسى علق الحية على الصليب عشان يقول الموت هيموت، الموت نفسه هيموت، بالموت داس الموت، فالحية هيبطل مفعولها بحاجة شبه الصليب. ده موسى. فالمسيح هيترفع على الخشبة فيدوس الموت، يبطل سلطان الموت. ودي قالها القديس بولس في عبرانيين 2، وركز عليها أثناسيوس في شروحاته. قال لكي يبيد بموته المسيح له المجد ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس. يبقى في الصليب حصل إيه؟ دايما بنقولها بالموت داس الموت، فما بقاش الموت له مفعول. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ يعني زي تعبان سحبوا منه السم، فخلاص بقى لعبة. الموت بالنسبة لنا لعبة، نموت إيه المشكلة؟ هنغمض عينينا وبعد شوية نفتح وإحنا هنقوم، فما بقاش حاجة مزعجة. الموت قبل كده مزعج ومرعب، لا
لأنه محدش شايف اللي هيحصل بعد موت المسيح وقيامته. ملوش شوكة خلاص، ملوش السم بتاعه، ملوش الجبروت الأولاني. فحتى لو رسيت على مجرد ندخل القبر ندخل ونطلع زي المسيح، ما هو دخل وطلع، فيبقى كلنا هندخل ونطلع. فقال هذا مشيرا إلى أية ميتة. يبقى كان ضروري يكمل شرحه أنه يعني إيه هيدفن في الأرض، طب قبل الدفن هيموت إزاي. شرح أنه ناوي يتصلب ومقرر الصليب. طبعا أكيد سمعته كتير، ليه الصليب بالذات في خطة الله؟ في معاني كتير قوي قالوها القديسين، ذكرها الكتاب. أولا الصليب المسيح بيموت بين الأرض والسماء، فبيحقق المصالحة بين السماويين والأرضيين، وبيموت منتصب كأنه منتصر، مش بيموت نايم، علامة القدرة والقوة. وبيموت موت بطيء عشان يسمح له يكمل رسالته ويقول الكلام اللي قاله على الخشبة، وده له قيمة كبيرة قوي. ويموت على الصليب سمحت لعشرات النبوءات تنطبق عليه، زي ثقب يدي ورجلي وأحصي مع أسامة. كمان موتة الصليب فيها وجع شديد جدا، فربنا يسوع ما وفرش الوجع، زي ما قعدنا في البصخة طول الأسبوع نقول إيه، المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآلامه يخلصنا. إذن هو اختار الألم، لأنه ممكن يختار موتة سهلة، لا اختار الألم، لأن الألام تخلصنا. فكل الألام، المسامير والجلدات والوجع ده كله له دور في خلاصنا. كمان اختياره للصليب يجعله أمام آلاف من الناس بيموت، عشان محدش ينكر موته، عشان محدش يخبي الحقيقة. كان لازم يموت علنا جهرا. كانوا حاضرين يهود وأمم وبعض الأحباء زي العذراء والمريمات ويوحنا وهكذا. كمان موت الصليب معناه الشجرة اللي كانت سبب سقوط البشرية بقت شجرة جديدة رجعت الحياة الأبدية. فكانت شجرة الحياة تمثل بالصليب، لأن الصليب في أصله شجرة، يعني صلب عليها المسيح، يعني عرق خشب مقطوع من شجرة يعني. كل المعاني دي كانت ضرورية عشان كمان يسيب لنا علامة، فتبقى علامة الصليب رادعة للشياطين وقوة للمسيحيين، وتبقى رشم الصليب يعلن يعني انتمائنا ربنا المنتصر. فأجاب يسوع وقال ليس من أجلي صار هذا الصوت، بل من أجلكم. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. يعني يجذب الجميع. لغاية اللحظة دي كان اعتقاد حتى الرسل إن المسيح بتاع اليهود. كلمة الجميع فيها إشارة واضحة إن الصليب له جاذبية مش لليهود بس، هتجيب الأمم، هتجيب الشعوب كلها، هترجع العالم كله لربنا. فأجذب إلي الجميع، ودي قالها برضو القديس أثناسوس وأغسطينوس، قال فتح الدراعين بتاع المسيح كان احتضان للعالم كله، عشان يقول أنا عاوز كل البشر، أنا مش جاي عشان ناس معينة، يريد الجميع يخلصون. فأجذب إلي، كأن الصليب في قوة جذب. ليه؟ لأنه هكذا أحب الله العالم. يعني أجمل صورة للحب الإلهي أن ربنا يختار موتة مؤلمة مزعجة ويحتمل كل ده من أجل خلاصنا. فليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. وكأن ترتيب الموت برضو إرادته الشخصية، عشان ما حدش يتخيل أنه البشر هم اللي إيه دبروا كل حاجة. لا، لو كان المسيح مش عاوز ما كانش هيموت طبعا. فأجابه الجامع، طبعا الكلام واضح في صوت من السماء، دي معجزة، وصوت عالي لدرجة افتكروه رعد، وصوت بعد ما المسيح صلى على طول، فكأنه استجابة ثورية، مجدني مجدت. فكان الرد سريع ومباشر، فأي حد المفروض يصدق. أجابه الجامع نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد. هما فهموا دلوقتي من كلامه أنه هيموت، فقالوا له استنى أنت لخبطتنا، أنت بتقول أنك المسيح، وإحنا عارفين من الأنبياء بتوعنا المسيح ما بيموت. ليه عارفين دي؟
دانيال 7 مثلا يقول ايه؟ رأيت مع السحاب وإذا ابن إنسان آتي وأقربوه قدامه، ملكوته ما لا يزول وسلطانه ما لا ينتهي. يبقى الملكوت لا يزول والسلطان لا ينتهي، ده الموضوع مستمر. ولما جت النبوءات عن نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب فبيقول يتبارك في النسل إلى الأبد. يبقى كان عندهم اعتقاد أن المسيح لما يجي يعيش للأبد، بس هم لأن فكرهم أرضي كانوا عاوزين مسيح يديهم ملك وتبقى مملكة مستمرة، مش زي مملكة داود اللي ما عداش عليها 100 سنة خربت على يد حفيده رحبعام وتقسمت وتلخبطت. هم عاوزين ملكوت مستمر ومسيح لا يموت. هم لم يدركوا المسيح المتألم، مش قبلنا دي، مسيح المهان المصلوب، لم يدركوا سر القيامة. هو فعلا ملكوته ما لا يزول ولا ينتهي، بس مش لأنه مش هيموت، لأنه هيموت ويقوم، فينطبق عليه كلام فعلا ملكوته لا ينتهي. لكن ده مش معناه مش هيموت، لا، لأنه هو أقوى من الموت فهيموت ويقوم. فقالوا له نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد، كيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان؟ إذن هما فهموا يرتفع يعني يموت وعلى الخشب، فهموا الكلام. إحنا بنفهمه دلوقتي، هما كان واضح بالنسبة لهم. أنت بتقول إزاي أنك تموت وترتفع إذا كنت المسيح؟ مش مفروض تموت، يبقى أنت مش المسيح. هما طبعا بيتلككوا بيدوروا على أي صغرة عشان ما يصدقوش أن يسوع هو المسيح، زي ما قلنا، لأنه مش عاوزين يصدقوا، لأنه طيب متواضع، لأنه ما طردش الرومان، لأنه مش ماسك سلاح، لأنه بيحب الناس كلها، لأنه بيفتح الباب للأمم. كل ده كان مرفوض من اليهود. من هو هذا ابن الإنسان؟ بمكر كده يقولوا له مين بقى ابن الإنسان؟ طبعا بعد كل اللي قالوا اللي متابعين معانا، لا تقال مرات ومرات ابن الله وابن الإنسان، وطبق كل النبوات على نفسه، وقال لهم أنتوا اللي مش عاوزين تصدقوا، موسى هيشتكيكم على فكرة، ويوحنا قال علي، والأنبياء، فتشوا الكتب والسماء، مش عاوزين يصدقوا. قالوا له مين بقى ابن الإنسان؟ فقال لهم يسوع، بصوا بقى من الآخر، النور فاضل معاكم يومين، يتصدقوا يا ما فيش فايدة، النور معكم زمانا قليلا، يعني الحقوا بقى، فاضل فترة قليلة، أنا معاكم وأنا النور الحي. لو رفضتوا النور هتكملوا في الضلمة للأبد. فكأنه عاوز يقول لهم كفاياكوا عند النور، واضح وكل المعجزات شهدت للمسيح، وربنا يسوع بيتكلم عن موته وقيامته بشكل معلن وصريح، والسماء نطقت دلوقتي وصوت من السماء بيقول مجدت أو مجد أيضا. قال لهم النور معاكم، لكن انتوا رافضين تشوفوا النور، النور معكم زمانا قليلا بعد، يقصد زمان وجوده على الارض بالجسد، خلاص بدا العد التنازلي، مسافه اسبوع هيقوم من الموت، 40 يوم هيصعد للسماء. فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. دي قالها كذا مره، قالها قبل ما يقوم العذر من الموت، لما كانوا خايفين يروحوا ناحيه اورشليم قال لهم ما تخافوش، اللي ماشي في النور ما بيخافش. فهنا بيعيد نفس المعنى، أنا معاكم النور، خليكوا في النور، صدقوني، امشوا ورايا. ساعتها الظلمة ما تقدرش تيجي عليكم، لا موت ولا خوف ولا بشر يقدروا عليكم. لكن هترفضوا النور يبقى حكمتوا على نفسكم بالظلام الأبدي. سيروا ما دام لكم النور لألا يدرككم الظلام. الذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. وهكذا حياة كل رافض الإيمان بالمسيح، كل اللي رفض النور الحقيقي لما بيقرب من نهايته بيبقى مرعوب، لأنه لا يعلم إلى أين يذهب، رايح على مجهول. إحنا النور الحقيقي قال لنا هيحصل لنا إيه بعد ما نموت، ده قال للص اليمين، وده واحد مننا يعني، اليوم تكون معي في الفردوس وأنا ذاهب أعد لكم مكانا، هيقابلنا واستنانا. فإحنا مطمنين، إحنا عارفين رايحين فين، لكن اللي هيفضل في الضلمة هيبقى مش عارف رايح فين، يعني هيبقى مرعوب وخايف لأنه مفيش نور في حياته.
الذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. ما دام لكم النور آمنوا بالنور. آمنوا يعني صدقوا بقى، صدقوا لسه الصوت جاي من السماء، ده عشانكم مش عشان الصوت ده. كمالة كل المعجزات، شفتوا العذر أمن الموت، في أكتر من كده إيه؟ شفتوا المولود أعمى اتخلقت له عينين، شفتوا كل أنواع المعجزات، شفتوا تطبيق كل النبوات عليا. النور واضح، سيروا في النور، صدقوا النور، آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. عشان كده خدناها في التسبيحة بتاعت نص الليل، أول ما نبتدي الصلاة نقول إيه؟ قوموا يا بني النور. إحنا اللي بنحب المسيح اسمنا أولاد النور، بني النور، لأن إحنا عندنا نور، فنكسر ظلمة الليل ونقول إحنا مش بتوع الظلم، إحنا بتوع النور، لأننا مسكنا في المسيح النور الحقيقي ياخدنا على نور الأبدية ومفيش ظلم. ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم، لأنه طبعا هم رافضين، وده كان آخر حوار بينه وبين اليهود عموما. خلي بالكم الجزء اللي جاي كله هيبدأ حوار بينه وبين التلاميذ، أربع إصحاحات لغاية ما يتمسك في جسيماني وتبدأ المحاكمات. فكأن يوحنا 12 هو آخر لقاء جماهيري بين المسيح وبين اليهود عموما. فقال لهم امشوا في النور، فاضل وقت قليل، لو ما لحقتوش النور هتبقى ظلمة أبدية. واختفى بمعنى عدى من وسطهم، لأن لسه مش ساعته. طبعا في ناس متربصة وعاوزة تمسكه من ساعتها، بس هو عارف الساعة ومحددة. هنا بقى يوحنا بقى شايف الموضوع واضح قدامه جدا، وهو بيكتب الإنجيل بعد سنين، فبيقول مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هاد عدد، يعني بصراحة يعني كان لازم يصدقوا. عند إيه اللي موصلهم يشوفوا كل المعجزات دي وكل البساطة دي وكل النقاوة دي وكل القداسة وكل القدرة والصوت اللي جاء من السماء ويرفضوا؟ فبيقول مع أنه عمل كل الآيات هذا عددها، يعني ما تعدش، يعني لم يؤمنوا به. ليتم قول أشعياء، هنا ليتم مش معناه ربنا رفض أن هم يؤمنوا، معناها يتحقق ما قالوا أشعياء زمان، أنه هيشوفوا قد ما بيشوفوا وكأنه ما بيشوفوش. خلي بالكم النبوة دي سجلت مرات كتير قوي في العهد الجديد، لأن مع الكنيسة الأولى كانت ملحوظة واضحة. اليهود بالذات اللي عندهم عهد قديم، اللي المفروض أول ناس تصدق بحكم معرفتهم بربنا واللي مكتوب عن المسيح، كان مفروض يصدقوا بسهولة، إنما دول كانوا أكتر ناس رافضين ومعاندين. فكل ما يحصل موقف في رفض من اليهود تلاقي سفر الأعمال يقول لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، تلاقي إنجيل متى لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، تلاقي بولس الرسول في الرسائل يذكر نفس هذا النص اللي بدأوا أشعياء 6. كان أول واحد ذكر إن اليهود هيكونوا أصعب ناس تصدق بسبب العند كان أشعياء، ومن ساعتها استلموها الرسل منه على إنها حقيقة للأسف بتتكرر من كل جيل، إن اللي المفروض يعرفوا ربنا عندهم قافل قلبهم، عامي عينيهم، قافل ودنهم، مهما شافوا ومهما سمعوا مفيش فايدة. فبيقول لي يتم قول أشعياء النبي الذي قاله، جاب جزء من أشعياء 53 اللي هي مقدمة إصحاح الآلام، لو فاكرين في أحداث الجمعة الكبيرة بتقري علينا، يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب، نبت أمامه كفرخ، وبعد شوية يقول كشاة يساق إلى الذبح، كنعجة صامتة أمام جسيم، آثامنا حملها، أوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا، مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل. إصحاح الفريد ده بيتكلم عن الصليب بدقة، بدأ بقول أشعياء بعد ده كله مش مصدقين، ده القصد من الجملة، يا رب مين صدق خبرنا؟ يعني الخبر قد كده واضح ومحدش راضي يصدق. فأشعياء بالروح شاف الحقيقة، إن ربنا جه تجسد ومات من أجل البشر وأتم كل ما قيل عنه في كتب اليهود ورفضوه، مش مصدقين الخبر.
يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ ذراع الرب يقصد به المسيح المصلوب. لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا. ليه؟ هنا هيحط السبب بقى اللي موجود في أشعياء 6، لأن أشعياء قال أيضا قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. اللي يقرأ كده يقول يعني ربنا قاصد يعميهم؟ حاشا، ما كانش عمل ده كله. طب يعمل كل المعجزات دي ليه لو ما كانش عاوز يشوفهم يشوفوه؟ طب بيقول ليه نمر معاك وفاضل شوية صغيرة؟ صدقوا بقى، يبقى إرادة الله الكل يؤمن، لكن بحكم سابق العلم الإلهي. أشعياء بيتنبأ بحاجة هتحصل ما اتفرضتش على الناس، الناس عملتها بإرادتها. فلما عندوا ورفضوا جت النبوة بتقول هيشوفوا قد ما هيشوفوا، قلبهم منعهم من أنهم يشوفوا. فكأنه هذا بسابق العلم فينسب لله. عارفين زي إيه؟ زي تعبير رومية 1 لما يقول أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. هل الله يجعل الناس ترفضه؟ حاشا، هما الجاي يموت عشانهم ليه؟ وإزاي يقول يريد الجميع يخلصون إذا كان مخلي الناس ترفضه؟ لكن لأنه سبق الأيام وشاف عنده رفض الناس قال خلاص خليهم يعنتوا، خليهم براحتهم، سلمهم إلى حرية إرادتهم الرافضة. فكأنه إيه؟ نسب إليه هذا الفعل لأنه ما فيش مجهول عند ربنا. فهنا بيقولها أعمى عيونهم أغلظ قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. يبقى لو كانوا رجعوا لربنا كان ربنا يشفيهم من العند، ينور عيونهم زي ما حصل مع ناس كتير منهم الرسل. قال أشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. صح، ده بالذات أشعياء 6 بدأ برؤية المسيح اللي قاعد على العرش. رأيت السيد الرب جالسا على كرس عال وأزياله تملأ الهيكل والشاروبيم واقف جالسون حوله. هذا نادى ذا قدوس 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 مجد ملء كل الأرض. الرؤية دي بعد كده قال من نرسل؟ من يذهب من أجلنا؟ قال له بعتني. قال له روح قل لهم هتسمعوا قد ما تسمعوا مش هتفهموا، وهتشوفوا قد ما هتشوفوا مش هتشوفوا، لأن قلبكوا مقفول ودماغكوا ناشفة. فحتى أشعياء صعب عليه، قال له طب لغاية إمتى؟ قال له عارف لما البطمة والبلوطة تتقطع ما بيقطعوهاش من جدرها، بيقطعوا حتة من الساق. دي أشجار ضخمة جدا. ليه؟ عشان هتنبت تاني، هيجي على آخر الأيام اليهود دول هيؤمنوا ويرجعوا في الآخر لإلهنا كل مجد وكرامة له. ناخد آية 32، أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. نقولها مع بعض، أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. كمان مرة، أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. تفضل ونصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر.